أعلنت شركة النفط فرع ساحل حضرموت عن ارتفاع جديد في سعر مادة البنزين ليصل سعره إلى 1100 ريال للتر الواحد، وهي التسعيرة الرابعة في أقل من 3 أشهر، وهو ما يؤثر على حياة المواطنين بشكل مباشر. قناة المكلا كانت حاضرة مع قيادة شركة النفط لمعرفة الأسباب وراء هذا الارتفاع. المزيد في هذا التقرير. بين أسباب خارجية وأخرى داخلية، شهدت الفترة الأخيرة ارتفاعا في أسعار المشتقات النفطية لأكثر من 3 مرات في أقل من 3 أشهر بحضرموت. ليعلن فرع شركة النفط مجددا أعلن ارتفاعا جديد في سعر مادة البنزين ليصل سعره إلى 1100 للتر الواحد. طبعا بالنسبة لزيادة الأسعار هي نتيجة طبعا لزيادة الكلفة، كلفة المادة، فالكلفة طبعا عندما تجي زايدة بطبيعة الحال طبعا بيزيد السعر، يعني خاصة مع تأرجح سعر الريال اليمني. فهذه المرة طبعا وصلتنا زيادة في الكلفة. طبعا الآن كان في البداية الشراء من قبلنا، يعني كفرع هنا نحن نشتري نستورد يعني، لكن طبعا من الآن الإدارة العامة تقوم به الشراء وتعطيك المعلومة، بس انه وصلتكم كمية كده وسعرها كده. ثم انه حتى الوكلاء كمان احيانا يراعيك حسب التعليمات، واحيانا ما يراعيك فيدور له زيادة وارباح. عجز واضح لفرع شركة نفط ساحل حضرموت عن إيجاد أي حلول تساهم في استقرار أسعار المشتقات النفطية وتوفرها، ومبررات الشركة بتحريك الأسعار من فترة لأخرى أتت لعدم تمكنها من تحمل مزيد من الخسائر في عملية البيع، فضلا عن ضرورة مواكبتها لاستراتيجية تسعيرة مرنة ترتبط بأسعار الوقود عالميا وأسعار صرف العملة المحلية صعودا وهبوطا. وطبعا احنا اجتمعنا وحاولنا، مش قادرين حتى نحن نتحمل المسؤولية في هذا الجانب لانه صعوبة فيها. فطبعا توجهنا للمحافظ والسلطة المحلية وشعرناهم انه في زيادة في الكلفة، ونريدهم ايضا يساعدونا في تحمل هذا الامر يعني. فتوصلنا نحن الى نتيجة في زيادة 50 ريال في التسعيرة. ارتفاع أسعار الوقود لمستويات غير مسبوقة تزيد من أوجاع المواطنين جراء موجة الغلاء الحاد التي تطال معظم السلع والمواد الغذائية، وهي نتيجة طبيعية، وذلك غير المعاناة التي يتجرعها مالكي سيارات وباصات الأجرة. مواد الغذائية وبقع كله، يعني حاجة السكر دحين عندك ب8000 ل14000 قدو، غير مو بنحن دحين ندلي، يعني وصلت المحلية ويلقون في البلاد يا أخي، مفروض راعون الشعب يقومون يلقون شيء. محافظ كما يقوم مامور ناس شعب يقول مسيرة يلقون حتى منشان تخفض الأسعار في الوضع دي. الأسعار باهظة يا أخي، غرام أسعار جنونية هذه يقولوا لها، حتى الأسعار العالمية بها كمان، هذا يعني اللي من تعيش في عالم ثالث، في عالم خارج العالم اللي يعيشون بالناس في كرة أرضية ثانية. أسعار نفط غالية حتى ذا، وشعب فقير اللي يتحمل هذا الأسعار اللي يصير، وهذول يزيدون منشان يتاجرون لمكسبهم الخاصة، مش منشان الشعب يزول البترول منشان يحصل الفائد والارباح. هذول المسؤولين اللي كسبهم كلهم الاداره المحليه اللي في المحافظه، زيد النفط من شان يحصلوا لهم، يعطون ذاك الشيخ الفلاني يروح ذا والمسؤول يروح ذا، كله على حساب المواطن الغلبان هذا التعبان، يزيدوا المطر كل المشاوير حقهم على حساب المواطن. وفي الاخير فان ما يحدث في حضرموت وكل المحافظات المحرره من ازمات متكرره ومتعدده يؤكد جليا الفشل الذي وصلت اليه الحكومه ومؤسساتها دون القدره على معالجه ادنى مقومات الحياه للمواطنين.